مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه اليوم. ضحيه حلقه اليوم احد هدافي الدوري المغربي المهدي النغمي طاح معنا في الفخ اليوم. اشنو وقع ليه واشنو جرى ليه؟ قاعد شي تعرفونا شو شبعي. لاعب كبير وكارير وبالبالهم باش يخلص اصاحبي جدريل، شحال عندك؟ ما تدفعش ما تدفعش، ريح لك ريح لك ريح لك، ما تبقاش تقول عليا يا صاحبي، ما تعصبنيش يا صاحبي، راه ما عرفتش غندير يا صاحبي. حشوم عليك والله، حشوم من المهدي صافي. علاش غنضربك؟ علاش غنضربك؟ دونك مرحبا بكم، انا اللي معكم هاد العشيه ان شاء الله، نتمنى تدوزوا معنا وقيته زوينه. وهذا ماك فوالا، واش كاين شي مشكل؟ لا، هذه حيت اون طابل في اي بي باش ما يديرونجيكم حتى واحد وصافي، هذا الشيء اللي كاين. صافا ترونكيل مزيان. اسمح لينا اخويا لا لا دير مجموع هذا وصافي، الله يحفظك سي مهدي. ما ديرش مني قلت الصواب، حسيت بك مقلق شويه ولا لا؟ ماشي مشكل، بغيت نطلب منك واحد الطلب الا كان ممكن. دابا الاول ديال الشهر وكذا وفهمتي، خدام على وليدات شي وادي، الشهر اللي فات باقي ما خلصتوش في الكره، فهمتيني؟ ما كنتي تقدر تعاون معايا وصافي. ما راك خدام انا قلت لك زعما ما بغيتيش، ماشي مشكل. واخا سالي سالو زعما دابا ما تقدرش. دابا حنا جينا باش ناكل اخويا، باش ناكل. فهمتك حتى واحد السيد اخر حتى هو لاعب ديال الكره وهادي، قلت ليه نفس الدوموند وفهمتي، قال لي انا هبط وهادي وهبط وسلت. لا هبط تمشي معايا اخويا، لا ما يخليونيش هذا راك عارف. ما يخليوش، انا شندير لك انا واش نوض دابا غادي نهبط انا باش ندير فيها والو زعما عادي، تسنانا خويا نهبط. لا لا ما بغيتيش، راه هانيه زعما ماشي مشكل. هاني ماشي مشكل، راه نهبط ونتعامل مع خويا. الله يحفظك ماشي مشكل صافي، الله دابا مرتاح انت هنايا. الله يحفظك، شكرا. صحة والراحة. انا موجود، كنت كنهضر في التليفون، اسمح لي. اسمح لي، راه كنت كنهضر في التليفون مع الوليد، داكشي علاش حيت عيط ليا نيت على قبل داك المشكل نيت اللي قلت لك، وسولني وهادي، قلت له راه كاين واحد السيد راه يقدر يتعاون معانا، وقال لي راه يهبط وهادي، قال لي راه يدير لك بحال الاخر. فين الاخر؟ هذاك اللي قلت لك هرب عليا. ولكن كل واحد اخويا، وباش عرفتك انت زعما ماشي بحال دابا هذا الشيء اللي نقدر نعطيك، راه نعطيك نعاونك، شحال خاصك انت؟ 3000 درهم. 3000 درهم؟ الصالير. لا لا شوف، انا قلت لك انا شوف، باغي تعطيني اعطيني، ما باغيش زعما ما تبقاش تجر معايا في الهضره وداك الشيء. صاحبي كندوي معاه، الله يرحم لك الوالدين. كندوي معاه شوي تسكات، الله يحفظك يا صاحبي. دابا مع السيدة صاحبي وانت كت. خويا خلينا عندك ديك الساعة نهضروا في هذا الموضوع. انت جيتي واش درتي؟ ما قلتيش صاحبي، درتي الماركاج. شنو الماركاج درت لك اصاحبي؟ راه ما قلت لك والو اصاحبي، تما كا صاحبي دابا غتلصقني ولا ما صاحبي. كندوي معاه، دخل سوق راسك الله يحفظك. غادي كيهضر معاك ويشوف. كندوي مع السيد. اش اخويا علاش جينا؟ نعم اخويا. لان ها هو انت من قبيله وانت ما عجبكش الحال، وحقا باغي ننزل، حقا باغي نمشي، حقا باغي نكذا. غادي نهبط بركه صاحبي، انت حطم شويه الارض صح. ها هو غادي، ما بقاش تقول سير صافي، كول وسكت. انا اخويا بنادم تيوكل فيك، انت تقمع فيه تكون على ديك الطريقه. نعم اخويا، جبنا علمه. واخا اخويا هادو زوين، ماشي نجيب لك الماء، ندير لك اللي بغيت. صافي اصاحبي،
اخويا تما كتخرج في عين بس اخويا ما تعطيني والو الله يرحم لك الوالدين انا تقدر لي داكشي ديالك اخليه عندك صافي حيت انا واحد اخر غيتعامل معايا التعامل غني الزادي غنضرب عليه على راسي ما تدفعش ما تدفعش ريح الله ريح الله ريح الله ريح صدق شوف راه المهدي يهضر معاك قال لك منين تغدى وانت ما يعطينيش يبقى يدير لي داكشي ديالو وما يعطيني ما نعطيه انا واش انا كندوي معاك بادب ما كنتش باغي دير اش كاز عليه حديده ولا اش كاز شوم هو ماشي اش كيدفع اصاحبي صاحبي انت تدخل سوق راسك الله يحفظك هو صديق ديالي راه خويا ما يضربني هو يضربني حتى علاش غنضربك علاش غنضربك حتى تعامل هذا وانت خصك تعامل مزيان باش انا نتعامل معاك مزيان حيد يديك اصاحبي راه ما قال لك واش تحيد يديك اصاحبي ولا ما تحيدش ريح الله يرحم لك الوالدين عصبني هذا صاحبي غير يستقم عصبني وي وي لا لا خلي هضرنا معاك خلينا عند غداو مالي لا لا شي ضربك خويا خلينا عند غداو وتعرض لي قدام الباب ها هي هو هز عليا الحديده شنو يا صاحبي وسير خليك وبين ليه بين ليه خويا ما نطاش انا في المستوى ديالي انت خويا ضربني تم الرب تلعب بك الكريكيت بالرب عيا اختي تاتا واش السيد بغى يوقف معاك اصاحبي ودير معاك وما يوقفش معايا ما يوقفش معايا ما يعصبنيش ما يحقرنيش واش كتسالهم ليه الفلوس راه ما كتسالهم وما يعطيهمش ليا ما يعطيهمش ليا صاحبي ما يتعامل تعامل مزيان ما يعصبنيش طلبتي راه يوقف معاك السيد صاحبي حيد عليا صاحبي خويا ضربت صاحبك هو غادي يحقر عليه لا المهدي صافي 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 خلي ما تهضرش مع صاحبك هو غادي يحقر عليه راه عاد فمك ما تهزش يدك تخلي بلا ما يتعصب خويا انا هضرت معاك الله يرحمك خلينا نتغداو وتغدا دبر راسك انا مالي صافي سير شوف خدمتك خلصنا اخويا نمشي في حالاتي صاحبي انا غادي في حالات عي خلصني غادي نمشي تتزيد وبينك معاهم خلصني وغنمشي هذا راه داخل في الديسي انا نزل قبل انا هبط غادي نتخلص معاك الشريف غتخلصني هنا لانيت باش نشري لك مع الباترون وانت شري لي مع من ما بغيتي شاش غتخلعني خلصني يا صاحبي خليني نمشي في حالي الله يرحم لك الوالدين بلا ما نبقاو نزيدوا في الهضره انا غادي نهبط لتحت دابا ولا غتخلص هنا لا انا غنسكر معاك اخويا ما غنخلصش انا باقي جالس هنا واجلس خلصني يا صاحبي وما كتهضرش تا واش تا شويه لاعب كبير وكارير وبالبالهم باش تخلص اصاحبي جدريال شحال عندك الله يرحمك والديك انا هبطو برد دابا ودابا وغنهبطو عندك دابا غيهبط عندك سير بلاصه صاحبي دابا غيهبط عندك صاحبي دابا غيخلصني باش ما بغى غيخلصني شقلب هادشي غيخلصني دابا ما خليها يتي يكمل وما تجننيش وصاحبي عافاك الله يرحم الوالدين انا وياه انت مالك انا طلبت الله يرحم والديك غنقطع حوايجي انا 5 دقائق ديال الوقت ديالك غنتغداو وغادي يهبط صاحبي عصبتيني انت والله ما عصبتكش انا واد كتعامل مع النادي بحال صافي بركه صافي بركه كاميرا كاش مزيان ناري 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 مشاهدينا الكرام كيف ما عشتوا معنا الحلقه ديال اليوم اللي كانت ضحيه ديال الهداف المهدي النغمي مهدي اشنو وقع لك اشنو جرى لك سمعت صوتك انا من التحت شنو وقع ويا جاتني انفيتاسيون من مطعم اسمك واعشاب رغم انني كنجي هنا كندير ترويض عندي واحد ديشيرور في خدي جيت حتى تفاجات هنايا في المطعم بعده مقاليب من سيرفور كيتعامل معايا بواحد الطريقه وديك الطريقه يعني عصباتني لولا الصديق ديالي لا صدقت يعني معاه في شي حوايج اللي الصديق هو اللي دخل بيناتنا وطلعتي ليا نتايا بحال من بعد ما ساليت معاهم ساليت معاه
الغوات والصداع، وانت طلعتي ليا فاجأتيني. دونك انا شفتيني عرفتي ولا انا ما عرفتش باش تبليت من بنتي من 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 بنتي ليا نتايا. وي اللي تنقول انور دونك وي اللي ما تيقش صراحه. حطيتيني صراحه في واحد الموقف اللي صعيب باش تخرج منه، لان خصوصا فاش يكون السيرفر كي بروفوكي فيك وهذا. دونك الحمد لله حاولنا باش ما يكون لا صداع لا والو، كان الصديق تيدخل بيني وبينه وفقت الامور، ما طرا لا صداع لا والو بيني وبينه. وهذا الشيء معهود عليك المهدي، بما انك هداف اليوم حنا حاولنا نكونوا هدافين اليوم ونتفوقوا عليك يعني في مجال تسجيل الاهداف. بهذه المناسبه مشاهدينا الكرام وبالحلقه ديال المهدي النغمي كنضربوا لكم موعد ان شاء الله في قادم الحلقات مع لاعب اخر، ولكن نفس المقلب كيف العاده. الى اللقاء. بمناسبه شهر رمضان كنتمنى للامه الاسلاميه شهر مبارك كريم، واللي يتمنى شي حاجه الله يوصلوا ليها. واكيد انوار درهبية في هذا المقلب هذا، غادي نرجع له في ساعه الخير.